اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك الله، نستغفرك الله، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، عبادك ببابك واقفون، ولأملك راجون، ولعفوك راجون، ولمغفرتك مؤملون. قصدنا باب الملك، ومن يقصد باب الملك لا يعود خائبا. إلهنا يا ملك الملوك، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من يرى مكاننا، ويسمع كلامنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا إله الأولين والآخرين، يا سيد الأولين والآخرين، عبادك ببابك واقفون، وبرجائك متعلقون. إلهنا وسيدنا ومولانا، من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فخيبته؟ إلهنا إنا بإساءتنا معترفون، وبخطيئاتنا مقرون، ولا راحم لها سواك، ولا رب لنا غيرك. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، و
وبمن نلتجئ وأنت الرب المعبود. بابك قرعنا وجودك سألنا، بابك قرعنا وجودك سألنا. اللهم فلا تخيب رجاءنا ولا تقطع حبلك عنا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تجاوز عن خطيئاتنا وسيئاتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، نعوذ بك من الجبن والكسل والبخل والفقر والهرم، نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا ترفع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد من عبادك فيها شيئا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم عم الجميع برحمتك وفضلك ومغفرتك ورضوانك. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك، وانشر علم التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم عليك بأعداء السنة الذين يحاربون أولياءك. اللهم اهتك أستارهم وافضح أخبارهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. انتهكت المحارم وخربت الديار، وعاث الظالمون في الأرض فسادا، وقتلت الأنفس ظلما وعدوانا. إلهنا لقد ضاقت بنا وبأوليائك الأرض بما رحبت. اللهم لقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وتوالت عليهم النكبات، ولا راحم لهم سواك، ولا فرج لهم إلا من عندك. يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، يا مجيب دعوات المضطرين، لا نشكو حالهم إلا لك، لا نشكو حالهم إلا لك. اللهم فأنزل عليهم رحماتك، وأنزل عليهم نصرك، وأنزل الغضب على عدوك وعدوك.
اللهم أنزل الغضب على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا أدم الأمن والأمان على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اجعلها شامخة بأمنها، عزيزة بإيمانها، مستمسكة بتوحيدها واتباع سنة نبيها. اللهم من أراد بلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا وإعلامنا والمسلمين بسوء، اللهم فكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وولاة أمرنا وعلمائنا وبلادنا في حرزك وضمانك وكنفك وهدايتك يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا هذه أكفنا ضارعة بين يديك، سألناك يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، أنت الحليم الذي لا يعجل، وأنت الكريم الذي لا يبخل، لك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم عتقاء من النار. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اغفر لنا ما مضى من شهرنا وتقبله منا وبارك لنا فيما بقي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل من بركات هذا الدعاء على الموتى في قبورهم وعلى المرضى على فروشهم. اللهم عم الجميع بالرحمة والرضوان، اللهم عم الجميع بالرحمة والرضوان والمغفرة والتيسير والكرم يا منان، برحمتك يا رحيم يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.